السيد الرئيس، السيد الفاضل بريكة من مخيمات الصحراويين جنوب الجزائر، نثمن ما جاء في تقريركم ونقاسمكم انشقالاتكم حول تناسل ممارسات الاعتقال التعسفي من أجل قمع حرية الرأي والتعبير خصوصا من طرف المجموعات المسلحة التي تفرض سلطتها ورأيها الوحيد بالحديد والنار برعاية الدول الراعية لها، كما هو الحال بميليشيات بوليساريو التي تلجأ إلى الاختطاف والتعذيب داخل مراكز اعتقال سرية فوق التراب الجزائري، منها معتقل الرشيد والذهبي التي قضى بها مئات صحراويين ممن تجروا على انتقاد قيادة البوليساريو. وقد زادت حدة الاختطاف والاعتقال التعسفي بمخيمات الصحراويين جنوب الجزائر منذ خرق ميليشيات بوليساريو اتفاقية وقف إطلاق النار، حيث يتم اعتقال والزج في السجون بكل صحراوي يرفض الالتحاق بهذه الميليشيات بدون أي تدخل من السلطات الجزائرية التي حولت المخيمات إلى منطقة لا قانون، حيث يتمتع قادة البوليساريو والجيش الجزائري بالإفلات من العقاب بعد حرمان السلطات الجزائرية للضحايا من أي وسيلة للانتصاف وكذلك من اللجوء للعدالة الجزائرية، وذلك في خرق سافل للقانون الدولي والالتزامات الدولة الجزائرية. لذلك نلتمس من مجموعة العمل أن تدرج مخيمات تندوف جنوب الجزائر في برنامج زياراتها، كما نطالب المجتمع الدولي الضغط على الجزائر من أجل وضع حد لحالة اللا قانون للسائدة بالمخيمات التي تشجع على استمرار ممارسات الاعتقال التعسفي والاختطافات ضد اللاجئين الصحراويين. شكرا.